أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. الجيبوتيون يتابعون على الهواء مباشرة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. إيران تحتجز سفينة بريطانية وتفرج عن أخرى في مضيق هرمز. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. عقب حفل التخرج وتسليم الشهادات الثانوية العامة لطلبة الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة 2018-2019، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لخريجي الثانوية العامة والحاصلين على درجات العالية لهذه السنة دعوة تتضمن الحصول على إقامة مجانية في فندق سين هيل سنتر في عرتا، وذلك تكريما لجهودهم الحثيثة التي تحققت علامات عالية في الاختبارات النهائية، وهذا وتم توفير جميع الالتزامات الضرورية لصالح الشباب من أجل أن يقضوا أوقات ممتعة خلال زيارتهم للأماكن الترفيهية والسياحية للبلاد، وتنظيم مباراة ودية وأيضا إقامة جولات تفقدية لمختلف المواقع الأثرية والسياحية لمدينة جيبوتي. وتسعى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من خلال هذه المبادرة لصالح المتفوقين في الامتحانات الثانوية، بقي تشجيعهم لمواصلة مشوارهم التعليمي. هذا وقام الطلبة بزيارات مختلفة إلى الأماكن السياحية والمناطق الخلابة التي تتمتع بها جيبوتي وتحديدا منطقة عرتا. يتضلع المئات من المعلمين المدربين إلى الحصول على التثبيت من خلال الدفاع عن أطروحاتهم العلمية أو أبحاثهم أمام نخبة من المختصين تعنى بتقييم المعلمين في مركز تأهيل معلمي التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويقدر عدد المعلمين المتدربين الصاعين إلى تثبيت بنحو 300 معلم متدرب، ويقدم كل معلم مادة بحثية مكتوبة أو أطروحة علمية يدافع عنها في النقاش. من جهة أخرى، سيخضع المعلمون المذكورون للتقييم عملي في الفصول الدراسية مع انطلاق العام الدراسي المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مسعى لتحسين المستوى الوظيفي، سعيا دائما للنمو المهني وتطور للمعلم الذي والتجديد في مجال الاطلاع عن خبراته المهنية. وتجر إشارة إلى أن من مهام المعلم والأمور التي تجعل وجوده مهما أنه يخلق بيئة دراسية مناسبة للطلاب، بحيث يلعب الدور الأساسي في الفصل الدراسي لإعداد بيئة سعيدة ودافئة للطلبة. أسدل الستار على بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت على الأراضي المصرية وتحديدا في ملعب استاد القاهرة الدولي. وشهد استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية فصل الختام في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث استضافت نهائي النسخة 32 من البطولة، والذي جمع بين منتخب السنغال ومنتخب الجزائر. وعلى غرار بقية الأعوام السابقة، أقامت أمانة الدولة للشباب والرياض أماكن مخصصة لمتابعة مباراة كأس إفريقيا، حيث تابع الشباب الجيبوتي هذه المباراة في مراكز التنمية المجتمعية وساحات أخرى طيلة مباريات كأس أمم إفريقيا. وتابعت الجالية السنغالية المقيمة في جيبوتي المباراة النهائية في هذه أمام ملعب حسن جوليت. هذا وأشاد رئيس جمعية السنغاليين السيد إبراهيم كي بمبادرة أمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل، مقدما الشكر والتقدير على هذه المبادرة الحاسمة.
هذا ورصدت كاميرا تلفزيون جيبوتي انطباعات المشاركين، حيث عبروا عن ارتياحهم وسرورهم لمتابعة نهائي كأس أمم أفريقيا في ساحة التي خصصت بها أمانة الدولة للشباب والرياضة، وقدموا شكرهم وامتنانهم لأمانة الدولة للشباب والرياضة على هذه المبادرة. في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال الحجاج الجيبوتيين الذين يؤدون فريضة الحج لهذا العام 2019، عقدت لجنة الشؤون الحج الجيبوتية اجتماعا في مكة المكرمة، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجان المختلفة المعنية بتسيير أعمال الحج والقنصل الجيبوتي في مدينة السيد علي ميعاد. وخلال هذا اللقاء الذي يأتي قبل وصول الحجاج الجيبوتيين إلى ديار المقدسة، ناقش المشاركون التحضيرات الجارية لتهيئة الأجواء الملائمة للحجاج والخطوات المتخذة لتمكينهم من تأدية هذا الواجب الديني في أحسن الظروف. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف قامت بتشكيل عدد من اللجان من قبيل اللجنة العليا ولجنة الخدمات ولجنة الصحية ولجنة الإعلام والعلاقات لتقديم الخدمات اللازمة للحجاج الجيبوتيين. كما تجر إشارة إلى أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويجب على المسلم مرة في العمر مرة إذا كان مستطيعا. واتخذت بعثة الحجاج الجيبوتيين كافة اللوازم لإنجاح هذه العملية. في إطار المساعي الرامية إلى تقريب الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالي النواحي النائية، توجه الفريق المتجول لمستشفى علي صبيح الإقليمي إلى القرى التابعة لإقليم علي صبيح. وتهدف هذه القافلة التي سيرتها وزارة الصحة إلى تقديم الاستشارات الطبية لأهالي النواحي والقرى النائية لهذا الإقليم. وتندرج هذه القافلة التي ضمت طبيبا والعديد من الممرضين والقابلات في ضمن الأنشطة الاستشارية التي تنفذها الوزارة شهريا. واستفاد من هذه الاستشارات الطبية المجانية مئات من الأسر القاطنة في هذه النواحي. وخلال هذه العملية تم توزيع لهؤلاء الأسر ناموسيات معقمة بقية مكافحة وباء الملاريا. في إطار مكافحة البضائع المهربة وغير الشرعية، قامت القوات المسلحة المتمركزة في دخل قامت بإلقاء القبض على كمية كبيرة من السجائر المهربة، وذلك في ناحية صنقل التابع لإقليم دخل. وجرت هذه العملية تحت إشراف قائد القوات المسلحة في هذه الناحية العقيد إدريس عمر عليه، ورئيس قسم الجمارك في هذا الإقليم السيد موسى عمر موسى. هذا وأشاد مدير عام الجمارك السيد قوليت أحمد بجهود القوات المسلحة الرامية إلى محاربة التجارة غير الشرعية والبضائع المهربة. وتجر الإشارة إلا أن التجارة غير الشرعية والمهربة من شأنها أن تقود اقتصاد البلاد. هذا وتم حرق هذه الكميات الكبيرة من السجائر التي من شأنها أن تقود اقتصاد البلاد. نظمت الإدارة المحلية التابعة لأمانة الدولة للشباب والرياضة بتعاون مع جمعية الشباب الرياضي في ناحية قلف، نظمت البطولة الصيفية، وشارك في هذه النسخة الصيفية الثانية من نوعها سبع نواحي تابعة لإقليم تجرة. وتندرج هذه البطولة في إطار ترقية وتعزيز الرياضة في المناطق الريفية. وجمعت المباراة النهائية بين ناحية أردو وناحية داغو، حيث فازت ناحية أردو على داغو بأربعة أهداف مقابل هدفين. وتأتي هذه الخطوة مسعى لسياسة أمانة الدولة للشباب والرياضة الهادفة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة ومحاربة الجنح لدى الشباب. وأشاد رئيس الجمعية بأداء الفريقين اللذان يتلقى في هذه البطولة
السيفية التي تقام في ناحية جلف في موسم الصيف، معربا عن شكره للسلطات المحلية في الإقليم على الجهود الواضحة، وأوضح أن هذه المباراة تأتي ضمن المباريات الصيفية لهذه البطولة الصيفية. والآن نقدم لكم تقريرا يتناول حول تقنية حديثة للزراعة، حيث يسمى هذه التقنية الزراعة المائية. نتابع. مع أنابيب ودلو الماء ممكن القول مواد غير هامة نوعا ما في بيئة قاحلة، ويتم وضع بعض رمل في أوعية صغيرة حيث تستفيد النباتات الموضوعة في الأنابيب من الماء والمواد الغذائية طول اليوم، وبفضل نظام يسمى NFT وهو نظام لإعادة تدوير المياه المعدنية، نحصل بعد بضعة أشهر على السلطة، وتسمى هذه التقنية الزراعة المائية. تسمح هذه التقنية من الزراعة إلى تقليل احتياجات المياه بنسبة تصل إلى 70% وتوفير مساحة كبيرة للثروة بشكل كبير، وتسمح أيضا إلى تمكين عمليات الزراعة وتجعل من الممكن الزراعة في البيئات الصعبة العمل فيها. ويأتي برنامج الزراعة المائية بمبادرة من وزارة الزراعة للشباب المنحدرين من المناطق الداخلية الخمسة وتشجيعهم في ممارسة الزراعة حيث يتواجدون. وفي هذا الصدد قدمت وزارة الزراعة دورات تدريبية لصالح الشباب الجيبوتيين المعنيين لمدة استغرقت عام، بهدف تقديم لجميع المشاركين التعليمات والمعطيات الضرورية التي تمكنهم القيام بنشاطهم الزراعي بدون أي خلل، وتمكن هواة الزراعة من ممارسة الزراعة وتوفير بعض الخضروات والأعشاب الطبيعية. الزراعة المائية هي نمط زراعي حديث ومن أكثر الأنظمة ملائمة للبيئة، حيث يمكن تطبيقها على جميع الأراضي مهما كانت مساحتها، والتحكم في مكوناتها والأدوات المستخدمة بها ونوعية الأوساط الزراعية بما يتناسب مع أنماط المحاصيل الزراعية. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة علي عبد الله حسن بعد معاناة طويل مع المرض، وكان المرحوم من مواليد عام 1961. وبهذا المصاب الجلل نسأل الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا، اتهمت لندن مساء الجمعة السلطات الإيرانية باحتجاز ناقلتي نفط بريطانيتين في منطقة هرمز، فيما أقرت طهران باحتجاز واحدة ونفت توقيف الأخرى. بريطانيا أن إيران احتجزت اليوم الجمعة ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل غير مقبول. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانث في بيان أن القلق للغاية من مصادرة سفينتين بحريتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز، مؤكدا أن أعمال الاحتجازات هذه غير مقبولة. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق يوم أمس أن احتجاز ناقلة نفط بريطانية ستينا إمبرو لدى عبورها مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان على موقع الإلكتروني إن القوات البحرية التابعة له وبطلب من السلطات الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان احتجزت الناقلة بسبب عدم احترامها للقوانين البحرية الدولية، حسب نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعتبر حالة الطوارئ الصحية الدولية. واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بعد وفاة أول شخص أصيب بفيروس إيبولا في مدينة غوما، بينما أطلق الاتحاد الإفريقي نداء عاجلا لمواجهة وباء إيبولا. وضعت مسؤولة الأمم المتحدة العالمية ومجموعة دول العالم إلى عدم إقلاء الحدود ووضع القيود على سفر والتجارة مع كونغو الديمقراطية. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.